برضو الاستاذ خالد مرتجي يمكن كان موجود درجات وشاهد اللقاء ضمن اعضاء مجلس الاداره اللي تواجدوا، ويمكن نشر والتقط صوره مع انفانتينو برئيس الاتحاد الدولي رئيس الفيفا بعد نهايه المباراه مباشره. يعني يمكن استاذ خالد مرتجي علاقاته دايما الدوليه مهمه جدا، وقف مع انفانتينو واتكلم معاه ودار حديث بينهم، وراجل كمان ما قال له يعني في عجاله ازمه النادي الاهلي، ونشر صوره طبعا معاه زي ما حضرتك كده ناشر وكتب عليها ان انفانتينو انا كل لما باجي اتفرج على الاهلي دايما بتكسبه. فيعني راجل انا كان على طول بحضر اتوج النادي الاهلي بالبطولات. كابتن محمود الفانتينو قال لخالد مرتجي قال له انا ليا سنتين ما بديش نادي في افريقيا جوائز الا النادي الاهلي. صح صح، هو راجل يعني جميل وروحه حلوه، تصريح ظريف منه، يعني تصريح ظريف انه يقول انا ليا سنتين ما بديش جوائز غير للنادي الاهلي، يعني كاني ما فيش غير الاهلي في القاره دي يا ملك القاره. صح، وهو على طول مبتسم، ويمكن حتى المهندس خالد مرتجي استغل اللقاء سريعا كده وقال له الازمه اللي النادي الاهلي فيها في تعارض كاس الامم مع كاس العالم للانديه، ان الكل بينتظر خلال ال 48 ساعه القادمه حل هذه الازمه. فعلى طول انفانتينو يعني متفاعل جمهور النادي الاهلي، وكان سعيد يعني بردود افعال الناس حتى، وعلى طول جماهير النادي الاهلي كانت بتحييه حياهم كمان يعني.